عندها زوج بنحليم. خرجت في اول سبتمبر 2019 رحت لالي كونت، تلاقيت محمد عبد الله. انا لما كنت هنا في الجزائر وكنت حاب نخرج من الجزائر باش نروح للخارج، تواصلت مع محمد عبد الله. محمد عبد الله كان في تواصل مع زيتوت. زيتوت قال لعبد الله، قال له قول له ما يخرجش لانه نسحقوه باش يقعد تما كاينه في الجزائر باش يستخدمني، باش نعطيه زعما المعلومات، نقعد في وزاره الدفاع ونقعد نعطيه في المعلومات. وكانت في فتره حراك وكلش. لما خرجت تلاقيت مع محمد عبد الله الثلاثه اصبح، محمد عبد الله الثلاثه اصبح فوت لي زيتوت وتكلمت معاه، قال لي راك معانا ومرحبا بك وما يخصك والو. وقال محمد عبد الله، قال له هو معاك، قال له تهلا فيه وديه بيته وشوفوا النبات. كان يستنى مني باش نزيد نقدم له خدمات ونعطيه معلومات، وكان نعرف كاش حاجه ولا تجيني كاش معلومه نقدمها له اللي هو ارساليات. مثلا كي تكون عندي ارساليه ولا هكا ما نكونش انايا ما نحطهاش ولا نبعثها له اللي هو ارساليات، مثلا تاع وزاره الدفاع ولا ارساليات الشرطه ولا ارساليات تاع الوزاره ولا. محمد العربي زيدو هذا عنده استراتيجيه، كل واحد واش يعطيه. مثلا انا يعطيني نهضر على الجيش ونهضر على الشرطه، عبد الله يعطيه يهضر على الدرك ويهضر على مؤسسات وزاريه اخرى، هو يتكلم مثلا على الرؤساء مثلا باش يبان دبلوماسيه. هو كان لوبجيكتيف تاعو كاع لما كان يتواصل معايا كنهضر عليه في التليفون، يقول لي لازم تتكسر المؤسسه العسكريه، لازم نضربوا لها البليات. العربي زيتوت يتواصل معايا يقول لي ناقل الكفر ليس بكافر وناقل الفحش ليس بفاحش، يدي لك واحد الفتاوى من عنده مش عارف من يجيب هذوك الفتاوى، وانا ما عنديش علاقه مع الدين، انا ناقص لي بزاف. يبدا يدير في هذه الفتاوى ويقنعك بطريقه ادبيه، شغل يدخل لك بطريقه دبلوماسيه، شغل يحاول انه يقنعك ويقنعك حقيقه في الاخر تقنع. والدين الاسلامي ما كاش حاجه حرام باش يقول لك ما تكلمش على عائله تاع مسؤولي الدوله، تسمى من حقك يقول لك باش تتكلم عليهم. شوف خاوت محمد العربي زيتوت هو اسماعيل زيتوت وميدود زيتوت اللي متكلفين بلا بروباغوند ولا مانيبيلاسيون، ويدخلوا لي جون الشباب يتواصلوا معاهم. كيما اسماعيل زيتوت يتكلم مع نشطاء هنا في الداخل بصح ما يتكلمش معاهم فوكا، باش ما يعرفوش يتكلم معاهم دايما بلي فوكونت، ويعطيهم توجيهات ويعطيهم تعليمات. بصح هادو زوج ما يدوش تعليمات مباشرة من رسالهم اللي فيديرو التوحم، ما يديرهمش وحدهم، شخوهم الكبير هو اللي يعطيهم اللي فيديرو التوحم. هو ما يديش لا ديسيزيون وحده، هو يديها مع مراد هنا، تما كاين دي رينيون سوكري، كل واحد عنده ديرينيو مع جماعته، هو يدير مع دهينا وجماعة راشد يديرو دي فيديروت، من بعد يعاود يروح مليها صوتي العربي زيتوت مع اسماعيل زيتوت وميدود زيتوت واسير الشود وحيد وزوجة محمد عبد الله وكلش ديري هذا الكلون، يزيدو يطاكيو يزيدو يدخلو لي جون ويدخلو اللي عندهم لي باج ولا عندهم لي كونت اللي عندهم شوية تأثير، يدخلو ليهم ويقولو لهم اش تقولو اش تتهضر. اسماعيل عايش في نوتنغهام، متزوج بوحده كرواتيه في فرنسا، عرض عليا قال لي نعطيك السكنه تاعي في تشيك في براغ، قال لي عندي سكنه في براغ قال لي نعطيها لك تطلع تسكن فيها، قال لي وقت تخبى تما تجيش تخرج. اسماعيل زيتوت ما يخدم ما يصدم ما يدير والو، سيد قاعد الدراهم كاين كلش كاين، التليفونات عنده واحد 17 تليفون قدامو، واش عم خطر يحل ديك الكاميرا نشوف التليفونات اللي 17 تليفون جوج تاع لي زورديناتور وقاعد خدام. عنده حوالي 24 صفحة تاع فيسبوك. اسماعيل زيتوت كان عنده دي كوميرس وغلقهم، ما عندوش بزاف من يغلقهم. الأموال اللي عايش بهم هو عايش بدراهم الباي بال من عندي من عند أمير، عايش من عند الأموال تاع محمد عبد الله تاع الكاميون تاعو، تما عنده مصاريف منه من تما ينافيغي في الشهر يدخل واحد 3000 4000 أورو بلا ما يخدم. ميلود زيتوت أيضا، ميلود زيتوت خدام في شركة تاع انفورماتيك يخدم لي بيس لي بيس صغار تاع لا ميموار في بلجيكا، يخلط منه من في الادسنس في جوجل في اليوتيوب في لي كانيو، ثاني يتلقى اموال من عند راشد يعاونوه ويدعموه، وهو ثاني يمد الاوامر للشباب ويمد الاوامر اللي عندهم صفحات واللي عندهم تاثير ويعطيهم واش يقولوا. انا مثلا كان يعيط لي قبل اللايف نص ساعه يقول لي هاوش تقول لهم في اللايف بالحرف الواحد. أسياق الشود هذه أنا ما كنتش نعرفها من قبل، وأصلا ما كنتش نحملها كاع، لأنه هي دايما تشوف في روحها بلي كاع الناس تعشق فيها وكاع الناس تحبها وكاع الناس شغل رايحة معاها في الخط،
حتى الفترة الأخرى اللي تعلم محمد عبد الله هبطه بدأت تعيط لي وليدي كي راك داير لاباس بخير كيفاش ما يخصك نعاونك راني هنا نشوف لك دي زافوكا ريقليك هي تحوس تجبني عندها أمير ديزا تحوس تجبني عنده محمد عربي زيتو تحوس تجبني عنده بدأت هي تحوس تجبني عندها ثاني تكسبني عندها دايما باش يحاولوا أنهم يجيبوا ذاك الإنسان اللي يكون معروف باش يتكلموا عليه باش هما يبانوا يديروا به الباس ولد دايما نعاونو كنجيب لك دي زافوكا ريقلي قضية محمد عبد الله اللي حاكمها هي واش دارت هي محمد العربي زيتو محمد العربي زيتو ثاني هو يشتغل بها داير هاك شغل دمية مكونة جمعية اسمها جمعية محمد عبد الله في باريس في باريس اللي يقود هذه الجمعية كومبلي في الحقيقة مور الباش كيما يقولوا مور الباش هو العربي زيتو ماهيش اسيكشن اللي يواجه هاور عيطت لي بدات تتكلم معايا ودارت الجمعية تاع محمد عبد الله هي ما حبتش تدخلني في الجمعية تاع محمد عبد الله معاهم لانه هي كانت فيها كانت عندها مشاكل دي رونكيل مع امير دي زيت كان عندها دي رونكيل وكانت دائما تحاول انه تقطع عليه المعلومه ما تعطيش المعلومه على محمد عبد الله لانه زوجة محمد كانت تحكي لها او صرالو اليوم توا الشارع او اش قالوا له هذه اسئله شوت داتني عند المحامي تاع محمد عبد الله اللي هو تريكو هذا جاري في 14 ارونديسمون في باريس لافوكا هذا تريكو زعما باش يشد لي قضيه تاع اللجوء تاعي قال لي القضيه تاع اللجوء تاعك ما عندي ما ندير لك فيها عبد الصمار عيط لي في التليفون قال لي روح ندير معك حصه قال لي انت راك تحت الضغط هنايا في فرنسا قال لي انا ماذا بيا قال لي انا يعرفوني بزاف هنا لي دي بي تي فرونسي و هادو تاع لي فرونسي لوميير لي بريفيكتور وكلش قال لي يعرفوني يقراو لي جورنال تاعي وكلش واش نكتب قال لي انا ماذا بيا تحضر معايا في الحصه تاعي قال لي باش نعرفك عليهم ويعرفوك هما يعرفوا القضيه تاعك قال لي ويعاونوك هنا في اللجوء تاعك في فرنسا كنت عايش بالمصاريف تاع اللجوء طلبت اللجوء لما لحقت في 18 سبتمبر طلبت اللجوء كي تطلب اللجوء يعطوك مصاريف كانوا يعطوني 500 اورو احيانا كانت تكفي احيانا لا بصح احيانا لا احيانا كانوا يمدوا لي مصروف كان احيانا كان يبعث لي زيتون احيانا كان يبعث لي امير كان يعطيني دراهم نهار اللي دخلت كان يبعث لي الا ما يبعث ليش هو كان يبعث لي ناس واحد اخرين هو دائما باش مي هما دائما باش يتهربوا من الرقابات لانه هما ثاني ايضا في اوروبا راه محطوطين تحت العين راه محطوطين تحت المراقبه هو امير دي زيد امير دي زيد عنده بليس دو 200000 اورو عند العربي زيتو مخبيها عند اسماعيل زيتو وعنده بليس دو 200000 اورو مخبيها عند بوكازوحه بليس دو 200000 هضر لي عليها اسماعيل زيتو قال لي دراهم راهم عندي قال لي نشد من يدو اللي تجعو قال لي ما يتحركش شادين عليه علاش امير دي زيد ديرنيرمون بدا يسحب في دراهمو من عند اسماعيل زيتو وبدا يسحب في دراهمو من عند بوكازوحه راه يخبي فيهم ضرب عند نسيبو لانه هو تشدوه من يدو اللي تجعو هو حاب يتحرر من هذه القبضه قال لك ندي دراهمي ونكسب ندي اموري ومن بعد نخرج معاهم في صراع في المواجهه امير دي زيد ما يمدش بزاف دراهم امير دي زيد يمد للناس اللي هنا الداخل اللي عندها صادا كيما تجديد كيما هادو يمد لهم دراهم باش دائما ابراهيم الاعلامي هادو يمد لهم دراهم باش كي يخرجوا يتكلموا عليه في اوت 2021 انا طلعت لفرنسا سبتمبر اكتوبر كنت في تواصل معاه كنت نتلاقى مع امير دي زيد في سبتمبر 2021 اكتوبر 2021 كان امير دي زيد يقول لي نشوف لك لافوكا تاعي ونريد لك مع لافوكا تاعي انا ما نعرفش لافوكا تاعي في اكتوبر 2021 عيط لي امير دي زيد داني لافوكا تاعو جاي في الويتيام اروندسمون شمو اوليفي فوكس في باري حدا السفاره تاع الجزائر في لاري دو ليزبون لافوكا تاعو جويف عيط لي داني معاه عند لافوكا انا ما على باليش بلي لافوكا تاعو جويف ويخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي ما على باليش بها انا هذه اللي قال لي عليها قال لي عليها اسماعيل زيطوط هو اللي تواصل معايا كي كملنا مع عند لافوكا قال لي لافوكا تاعو جويف والافوكا تاعو يخدم مع لي سيرفيس سيكري فرونسي وغادي يريقلك قال لي بصح يطلب دراهم باش يريقلك باش يفوت لك الدوسي تاعك مع جماعه الدي اس تي تاع فرنسا انا رحت عند الافوكا تاعو الافوكا تاعو تكلم معايا حكيت له جيت من اسبانيا وعساكري وطلبت اللجوء في اسبانيا وطلعت هبطت قال لي اوكي قال لي ماشي مشكل قال لي ريقلك
قال لي ونشوف لك مع الجماعه الداخليه باش يحكموا لك الدوسي، لانه الدوسي تاع اللجوء يقرر الجماعه الداخليه في اي بلاد. قال لي نشوف رجلك مع الجماعه الداخليه، وانا ما على باليش. امير ما قالها ليش، امير طيش لي غير شره في القهوه في اكتوبر 2020، طيش لي غير شره كي كنا عنده. قال لي هو يعرف ناس في الداخليه وفي لابريفيكتور وفي وين يدرسوا الملفات تاع اللجوء في لوفبرا وفي لوفبرا. شكون يخدم تما؟ يخدموا غير جماعه الدي اس تي باش يديروا عليك لونكيت. اسمعي زيطوط تواصل معايا بيومين قبل ما يحكموني، قال لي شكون يعرف المسكن تاعك؟ قلت له مكاش لي يعرفوا، قلت له يعرفوا غير الامير دي زاد. هذه صرات لي قبل ما يعتقلوني لو 24 جانفي 2022، صرات لي بواحد اليومين قبل. عيط لي هو وتواصل معايا، قلت له علاش واش كاين؟ قال لي امير دي زاد راه يوصل لك في ميساج، قال لك الزوجه تاعي اللي هي هبه ياسمين سعيداني هي اللي شكات ليك عند عناصر الشرطه مع المحامي تاعو هذا الجويف. قلت له واش داروا في الشكوى؟ قال لهم بلي هذا عسكري وكان صاحبي وضروك راه يجبد عليا ويعرفني وين نسكن ويعرفني واش ندير واش نخدم وكيفاش نصور واش هو التخمام تاعي. قال لهم اني خايف زعما كاش ما يهضر عليا ولا تما، كان يحاول يتخلص مني دايما. في 24 جونفي رفضتني الشرطة الفرنسية وداروني تحت الإقامة الجبرية. ما جاتنيش في مخي كيفاش واحد اللي يقول لك من الأحرار وحنايا والناظم أجل الدولة وكذا ومن بعد يروح يبيعك للشرطة الفرنسية. السبب هو أنه من الفيديو تاع بونويرا صرات له عقدة نفسية، وكان عنده تاني كان عنده راه عنده مشاكل مع الزيطوط. علاش داوشو؟ لانه امير دي زاد ما ولاش يعرف واش راه صار لمحمد عبد الله، وما ولاش يعرف وضاربين في بعضهم. هذا قضيه محمد عبد الله، هذا قضيه محمد عبد الله شكون يدي السق تاع المعلومه؟ ها باش يديروا الباز، باش كاش ما يدخلوا بهم شويه دراهم في اليوتيوب وصاي هذا مكان باش يديروا بهم الباز. خاصه امير دي زاد هو كاع حاب يدير الباز. هو في اللايف الواحد يدي واحد 1000 اورو الليله، في لايف واحد يدي 1000 اورو. هو كان في الشهر يضرب واحد 7000 اورو بلا الباي بال نشفى لها اسماعيل زيطوط في دول يامات. قال لي عليها، قال لي كان كيحط الباي بال قال لي في ليله واحده دخل 10000. قال لي وكان يقول لهم دراهم المعتقلين، قال لي بصح ما كانش يمد طمولوا دراهم المرته درك مازال ما داتهمش محمد عبد الله. مرت محمد عبد الله درك مازال ما داتش دراهم. هضرت مع اسيا بالسود الله دارني فوق، قلت لها دراهم تاع مرت محمد عبد الله كيفاش؟ قلت لي لا 60000 اورو بزاف لو كان نعطيها لهم، علاش ما ديرهمش هي في اسمها؟ كانيوت عندك واحد الليان في الماكينه تقدر دير لها دير اسمها شغل. هي المسؤوله على الكانيوت، هي المسؤوله على الكانيوت وتخرج هي الدراهم. زوجة محمد عبد الله ما ولاش تهضر مع امير دي زاد، ما ولاش تعطيه في المعلومات تاع محمد عبد الله لانه زوجها وهي راهي في الخارج وكلش، ما ولاش تهضر معاه كاع ولا جايبها عقابها. ما وليش تهضر معاه لانه عرفته بلي انسان مسخ، ماهوش الناس كاع فاقت له دروك خلاص، الناس كاع فاقت له على بالها بيه بلي انسان مسخ يستخدم الناس. حتى انا داني فوا عندها واحد 4 شهور ولا عرفت بلي الحكايه تاع سعيد شتوان هذيك غير الحكايه داروها باش يضربوا الحراك، هو دارها بالعاني باش يقول لها هي يغتصبوا في الناس او يضربوا في الناس او يعذبوا في الناس. الحكايه تاع سعيد شتوان هذيك هو دارها في الجروب، احنا عيطنا كاع في جروب بصح احنا في ديك الليله قصرنا. الغدوه من ذاك في الليل هو كان تواصل معهم. في نفس الليله صرات القضيه تاع سعيد سوا، خرج يبكي والاخر داير فيديو ويقول لك اغتصبوني الشرطه ما على باليش وداروا لي سلك. واش يدير امير دي زاد؟ هو اللي نصب هذا الفيلم، وهو اللي قال لهم هاش تقولوها هاش تهضروها من ديروا فيديوها واش من تخرجوها واش تقولوا. هو اللي دار هذا الفيلم، وهذه زيطوط على باله بها، وهذه اللي زادت ازمه العلاقه بيناتهم دانييرمون. بعد ما حكمتني الشرطه الفرنسيه وصرات لي ديبريسيون قررت انني غادر من فرنسا باش نروح للانجليز. محمد العربي زيطوط هو اللي تواصل معايا وقال لي كاين شخص من ايرلندا هذا هو اللي يديك الوزمو يديك البريطاني. تواصل معاه جماعه في الترك قال لهم بلي يخدموا لي باسبور فرنسي وبطاقة إقامة فرنسية، اسم مزور إسحاق سيمون وباسبور فرنسي مسروق. محمد العربي زيطوط تواصلت معاه بواحد الأسبوع أسبوعين قبل ما نديماري البرتغال.
قلت له بلي اني رايح وجدوني وثائق وكلش. قال لي وجدوا لك وثائق؟ قلت له وجدوهم لي. قال لي مضمونه؟ قلت له انا ما على باليش. قلت له على الزهر وخلاص. قال لي اوكي. قلت له خلاص راني كي ندي ماري نقول لك. محمد العرب زيطوط على باله بلي عندي كوارط مدرحين، كان على باله على الخمسه باش نركب. رحت للاباف، لاباف دومونداني على لاكارت، عطيتو لاكارت، دومونداني على البيرمي، عطيتو البيرمي. من بعد دومونداني على الباسبور، كي عطيتو الباسبور دار الباسبور في الماشينه، الباسبور خرج لهم فيشي انتربول بلي الباسبور مسروق ومفيشي عند انتربول. قال لي صبر نجيب لك ورقه باش تسنيها بلي ان الباسبور نحكمو عندي وتروح. قلت له اوكي. كي راح يجيب لي ورقه ويولي داو كي راح يجيب لي ورقه ويولي جاب لي الباسبور تاعي هذاك اللي جابه وجاب لي ورقه تاع الانتربول. قال لي هذا ماشي انت اللي في الباسبور. اعتقلوني في 14 18 مارس دخلت للسونتر. من 18 مارس بلي ربعه بدا يتكلم معايا وبدا يقول لي ها واش تقولها واش تقولها واش تقول، دير لي فيديو ها واش تقول فيها واش تقول في ذاك الفيديو ها واش تهضر في ذاك الفيديو. تما هذوك الفيديوهات كاع كان يقول لي هو ها واش ديرها واش تقولها واش تقول. هذه صح، هذه حقيقه. قلت بلي ارواحوا ديروا مظاهرات وبلي زيطوط خطيه ومشي هو ما كاش على باله هذه تاع الباسبور. اسماعيل زيطوط تواصل معايا لو 21 مارس، لو 21 مارس مع المغرب. قال لي حنايا رانا نعاونوا فيك ورانا نتهلاو فيك ورانا جايبين لك ديزافوكا ورانا نخلصوا فيهم ورانا واقفين ونخدموا لك في خدمه كبيره كبرها لك يردها حيه داك شغل مونديال. من بعد يقول لك قال لي دير لي دي فيديو على اساس انهم غادي يعذبوك وعلى اساس انه لو كان تتكلم كاش حاجه من بعد شغل هما باش يبروتيجيو رواحهم. كان انا كاش ما نقول الحقيقه ولا نتعاون ولا نقول كيفاش يخدموا ولا كيفاش يخططوا ولا واش هو البلان تاعهم ولا، باش دائما يبروتيجيو رواحهم تاع انا قلنا لك هام جابوه هام ضربوه هام عطاوه ورقه وقال له هضر. وهذا الفيديو درته ما درتوش من راحت روحي، الفكره جات مع اسماعيل زيطوط. طبعا ما تجيش مع اسماعيل زيطوط وحده، تجيب عند العربي زيطوط تقول له يدير فيديو لو كان يخرجوا يهضر. الفيديو قلت فيه بلي انه لو كان تشوفوني زعما هضرت ولا تكلمت بلي تعرضت للتعذيب. انا ما تعرضت للتعذيب، ما كان اللي ضربني، ما كان اللي توشاني، ما كان اللي سيف عليا، ما كان اللي هضر معايا، ما كان اللي دنا ليا، ما كانش اللي سبني. وملي جيت الحمد لله متهلين فيا، كليت شربت رقدت، راني تحت عند الامن صح، هذه دي بروسيدير قانونيه لازم تندار، لازم سيلون، لازم تحقيق، لازم هذه امور نورمال عاديه تصرى في كل دول العالم. بصح باش واحد يقول لك ضربني ولا واحد دنالي ولا واحد غير طيحني بكلمه ما كاش. هذه نشهد عليها ضروك ونشهد عليها امام الله حقيقه. بصح الفيديو اللي درته هذاك هما اللي قالوا لي ديرو، باسكو علاش كنت انا تحت الضغط وكانوا يطمعوا فيا بالمحامي. انا درتو قبل ما تصرى هذه الضربه تاع المحامي تاع فالونسيا، تما انا كنت دائما ماشي معاهم في الفيلم تاع الصح، راهم يخدموني وصح راهم يجروا عليا وصح راهم يريدوني وصح راهم يديروا لي. هما ركبوا الموجه على ظهري لما شافوا الاعلام يتكلم عليا، ركبوا الموجه على ظهري وفريق وفريق عامل لا فريق عامل لا والو، قاعدين كاع في فراشهم مضغطين بالكوفير تاع الماء وهذه كونيكتي، هذه هي الفريق العامل اللي خدم. خرجوهم الفيديو قال لك غادي كان يهضر يتعذب، نتحداهم يخرجوا فيديو تاع امير ديزات اللي تكلمت فيهم من 11 الى 18 فيديو خرجوهم. علاش هذوك ما خرجتوهمش علاش هذا خرجتوه؟ علاش كاش واحد صرح كاش واحد هضر كاش واحد كاش ما عندي محامي خرج قال بلي تعذب ولا ما صرالي والو. خرجوا الفيديوهات تاع امير ديزات خرجوهم ولا نخرج انا نهضر. ما حبوش يخرجوهم قال لي راهي كوبيري معنا قال لي خليه. محمد العربي زيطوط قاعد يطبع في ولاد الناس على رسالهم، نتحداه الا هو راجل ينشر الفيديوهات 11 فيديو اللي تكلمت فيهم على امير ديزات. كي كنت في الحبس تاع فالونسيا قلت له انشرهم، وتكلمت مع اسماعيل خو قلت له انشرهم، قال لي لا راهي كوبيري معنا خليهم ما ننشرهمش. يتحداه ينشرهم ولا نخرج انا ندير فيديو ونتكلم ونقول واش قلت كاع على امير ديزاد، انا ندير لايف ونقول لهم كاع واش قلت على امير ديزاد، كيفاش كنت نتعامل مع عبد الله، كيفاش بعث الناس يسبوه، كيفاش داير لي كلون، كيفاش يحاول دائما انه لازم هو دائما يبقى في الساحه، لازم دائما تبقى تحت صباطو، لازم تولي تعيط له غير صحفي هو ولا صحفي لا والو في حياته، ما قراش كلمه بالفرنساوي ما عرفش يخرجها. المهم نتحداهم يخرجوا الفيديوهات 11 من 11 الى 18 فيديو اللي تكلمت فيهم على امير ديزاد. خرجونا. تكلمت مع اسيا بشوت كنا درنا كانيوت هذه درناها في فرنسا.
حليناها بالباوند وحليناها على اسم دريس السي عبد الله. دريس السي عبد الله دخلوه الدراهم ديرنيرمون غيصامو ما عندهاش بزاف، عندها واحد 10 ايام ملي دخلوه الدراهم دخلاته 28000 اورو بوندا دخلاته، تما كاين بالباوند اورو 30000 اورو دخلاته. اسيا بالشود ومحمد العربي زيطوط قالوا لي، عيطوني في التليفون قالوا لي رانا خلصنا 14000 اورو للمحامين تاع مدريد، دراهمي هما بقاو من الكانيوت هذيك اللي راني كنت لاين فيها اللي كانت فيها 28000. واسيا بالشود بقات عندها 14000 اورو، مصدر تاعها مساعده ماليه تاع الاشخاص. الكانيوت هذه كانيوت اوفر، تما اي واحد يكليكي كارت فيزا يقدر يتبرع لك في الخارج. محمد العربي زيطوط تواصل معايا قال لي خلصنا المحامي ب 14000، وتواصلت معايا اسيا ثاني كانت تتواصل معايا اسيا قشود كانت تقول لي باللي المحامي رانا خلصناه ب 14000 وكاين محامي راهم يخدموا لك القضيه والامم المتحده وكذا وكذا وكذا. هذه كذبه، ما خلصوليش المحامي ب 14000. المحامي اللي كان عندي في فالنسيا النهار الاخر قبل ما نجي هنا للجزائر وقعت له وثائق باللي ما راحش يخلص. اذا هذيك تاع 14000 اللي قالوا لي غادي يخلصوا بها المحامي كذبه وما كاش منها. هنا نعاود نولي للكذب والدجل اللي راهم يتعاملوا به ويديروا فيه. كي كنت في غارد افي في فرنسا هما خرجوا قالوا يقولوا باللي درنا له محامي من اشهر المحامين في فرنسا وجا عنده وراح عنده وزارو. انا ما جا عندي حتى واحد في غارد افي تاع فرنسا، جات عندي محاميه دوفيس داروها لي لابوليس، قلت لهم عيطوا لي المحامي عيطوا لي المحامي. كي عيطوا له قال لهم ما نعرفوش، كيعاودو عيطوا له دوزيام فوا قال لهم ايه نعرفو، قال لهم بصح ما نقدرش نجي. كيفاش انا محامي مخلصها ب 6000 اورو وما تجيش عندي؟ كي خرجت قلت لهم كيفاش ما جاش وعلاش ما تحركش وما تجيش عندي وزارني ولا، قال لك لا هو تما هذا ان كرون باطوني وهو ما يتحركش ويخافوا منه. قلتها للعربي زيطوط وقلتها لاسيق الشوت، قال لك لا ما دير والو في بالك، وكان في تواصل مباشر مع الشرطه وكان بالتليفون معاهم. كيفاش بالتليفون معاهم؟ انا في المعتقل في السيلونه وتقول لي تواصل معاهم بالتليفون. محمد العربي زيطوط انا لما عرفته في ظرف 3 سنين جامي تلاقيتو، جامي نهضر معاه غير في التليفون. لما طحت في فرنسا في الكارد افي 24 مام با ما جاش عندي، وعنده باسبور بريطاني يعني مواطن بريطاني يعني محمي، علاش ما جاش لفرنسا الكارد افي؟ هذه وحده. وعلاش ما جاش لفرنسا لما قعدت تما كاين قريب 9 ايام ولا 10 ايام؟ علاش ما قدرش يجي ساعه يوقفها تما كذا مع الناس في السونتر تاع ديتونسيون هذا اللي كنت فيه هنايا في سوا في تاع فرنسا ولا سوا في تاع اسبانيا؟ في تاع فرنسا قعدت 24 ما جاش عندي وما طلش عليا بورتو مواطن بريطاني. ومين كنت في تاع فالونس البارح وهاد السمانه مام با ما جاش عندي ومام با ما طلش عليا، مام با ما طلش عليا بورتو مواطن بريطاني وعنده الجنسية بريطانية ويدور ليبر في أوروبا وما كاش لي يتكلم معاه، علاش ما يجيش يطل وما يجيش يوقف غير ساعة يقول لهم روحوا نتوما وقفوا، روحوا نتوما ديروا، روحوا نتوما واسوا، روحوا نتوما خرجوا، روحوا نتوما انترفينو، روحوا نتوما. أمير ديزاد قبل كي كان يطاكي فيا وكلش كان يطاكي فيا هو اللي شكا بيا، من بعد كي دخلوني الكادافي وكلش قاعد يبكي عليا وراح دار معايا كابتير على أس باش يبان هو المنقذ. بصح هو ولا العربي زيطوط الزوج يخدموا في مصالح تاعهم، كل واحد يحوس يدير بك البوز باش يكسب بك شويه تاع دراهم في اليوتيوب وخلاص، باش يدير بك فيديو لايف في اليوتيوب ويدي بك شويه تاع دراهم. عيط لي العربي زيطوط قال لي قالك قاعد يعيط هو العربي زيطوط قاعد يحاول فيه قاعد يبعث له في لي ميساج يقول له الله يرحم والديك شوفو يعيط لي ومنه ونطلب منه السماح وانا ما درت له والو والله غير كنت زعفان برك. بصح يكذب ما امنوش هذاك، ما هو يكذب عليها البابا هو يتاجر. الميزة الزيطوط هذه جا عندي اليوم في السونتر تاع فالونس، جا طلع ليا يا ربي 5 دقائق يعني جا عندي في الساعة التالية اللي بغاو يدوني فيها، أما يسير 9 أيام ولا 10 أيام كومبلي ما جاش عندي، جا عندي في الساعة التالية باش يقول لي نتوما ونتوما ونتوما ونتوما. علاش؟ أنا محمد العربي الزيطوط وأمير ديزاد ما داروا لي والو، باش نهضرها لك صراحة ما داروا لي والو. واش داروا لي؟ هضروك ها الدراهم داهم هما قاعدين متضاربين على المناصب وشكون يدير الباز اكثر. ما على باليش انايا هما دروك راهم في واحد في باري واحد في لندن، واحد يخدم مع الدي اس تي واحد مع باش بحال يخدم. ما هادو ما تستفادش منهم هادو. انا خلال 3 سنوات نعرف محمد العربي ونعرف امير
لما تقرف منهم عرفت الحقيقه تاعهم. الحقيقه تاعهم انهم ما يخصهم والو. هادو ما يخصهم لا البلاد تتسقم، ما قاعدين يكذبوا على الناس برك. هادو ناس دي مرسونير قاعدين يخدموا على الدراهم، يديروا في الباز، يجيبوا في الدراهم، يدخلوا في الدراهم باليوتيوب. والمبادره هذه السياسيه اللي كان معول يديرها رئيس الجمهوريه ما كاش قاعد يطلع عليها، ما كاش اللي قال عليها، ما كاش اللي قال لك ما يقولكش عليها، لانه هما مستفادين. هما دائما يحبوا يخدموا بولاد الناس، باش دائما يطبعوهم على رسالهم، ودائما يحرقوهم، ودائما يخلوهم شغل دميه يتحكموا فيها كيما يبغوا، يعطيك واش يحبوا ماشي واش تحب انت. انا لو كان سمعت بلي كاين عفو من الاول، نقدر نفوت باسبوري ونروح السفاره ونتكلم معاهم ونسيني على وقت العفو وندخل لبلاد. صح غلط كيما كاش اللي ما يغلطش، غلط حقيقة غلط ايه، وندخل ندي العقاب تاعي شحال اللي كتب لي ربي، ومن بعد يرحمها ربي. انا غلطت، انا صح غلطت وارتكبت اخطاء وسبيت، نتمنى من الناس ايضا من الناس اللي سبيتهم او شتمتهم او تكلمت عليهم نتمنى يسامحوا لي. غلطة تاع واحد انسان كان مغرور به، كان لغالب كان تحت ظروف ضيقة، كان كلاجئ ما عندوش واش ياكل، ما عندوش واش يشرب، كنت نتلقى في التعليمات. لغالب انا انسان، والانسان دائما انسان خطا، انا غلطت، راني نعترف بالخطا تاعي، مانيش نقول لا وما نعترف، انا اعترف بالخطا تاعي وقلت بلي ان هاد الناس حقيقة اغتنموا بيا الفرصة وخدموا بيا وداروا بيا امور اللي ما تندارش. راني ندمت على الشيء اللي درت، نتمنى من رئيس الجمهورية يسمح لي ويطبق عليا العفو. انا نقول له هذا محمد العفيزي، نقول له احشم على روحك، راك كبير، راك كبير، راك قاعد تطبع في ولاد الناس وتخدم بولاد الناس وقاعد ترسل في ولاد الناس للحبوسات. انا شخصيا دارها معايا في العديد من المرات. انا بالنسبه للشباب، الشباب هذو اللي هم يديروا عليا وهم يسمعوا لهم، نقول لهم تعفوني، هذه تجربه شخصيه، تجربه شخصيه، مانيش ما كاش اللي هدايا اللي ماطه فوق راسي ويقول لي هدر، تجربه شخصيه حقيقه. خطيكم من هاد الناس. انا نقول لي ما تسمح لي باسكو غبنتها معايا بزاف، طيب 3 سنوات غبنتها معايا تاع الصح، غبنتها معايا تاع الصح، غبنتها معايا تاع الصح. نتمنى ان شاء الله تسمح لي برك. هذا مثلا محمد العربي زيطوط اسير الشوتسية، وتواصلوا معايا، ما تواصلوا معاها ونقول لها ما ديريش راسك في راس هذوك المرتزقة اللي راهم في الخارج وحاجين يلعبوا بك. هذا كيما نقولوا بالعامية مدخلين الجزائر في حد، محمد العربي زيطوط وامير ديزل صح صراحة مدخلين الجزائر في حد. عندما لغالب عندما دائما تجي مع الاخر.